السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد الكريم غني بلاسيد ياليرونيك. هاد لاسيد هادي كما كتعرفوا اللي كتحتاجها البشره ديالنا ابتداء من 25 عام. لاسيد ياليرونيك هي المسؤوله على النضاره وعلى التجاعيد ديال البشره، يعني البشره الا فقدات هاد لاسيد هادي راه كتولي شاحبه وكتولي مترهله، لي جو ديالنا يعني كيهبطوا الحنيكات، كيوليو عندنا تجاعيد حدا الجبهه ديالنا، حدا العينين، حدا الفم. واخا كيكون السن ديالنا باقي صغير، يعني من الاحسن تبداو بكري باش هكذا حتى البشره ديالكم اللي كتلحق يعني الفتره ديال 40 كتكون ما كتكونش متضرره بزاف. اليوم غادي نهضر لكم على لا كريم ديال لوريال باري. يعني لوريال كما كتعرفوا المنتجات ديالها كاملين، سواء لا ديال البشره لا ديال الجسم لا ديال الشعر، يعني زوينه بزاف، ويعني ماركه قديمه ومعروفه، وحتى الثمن ديالها كدير ثمن في المتناول. هذا علاش قررت نبارطاجي معكم لا كريم ديال لوريال. بالنسبه لاسيد ياليرونيك اللي كاين في هذا لا كريم ديال لوريال، فهو كريم معزز، يعني 100% فيه واحد النسبه كثيره ديال لاسيد ياليرونيك. اكيد ماشي التركيبه ديالته كلها ماشي هي لاسيد ياليرونيك، ولكن فيه واحد النسبه كثيره. كاين سيروم حتى هو، يعني بالنسبه للناس اللي ما بغاوش ياخذوا لا كريم يقدروا ياخذوا السيروم. وبالنسبه لي حتى السيروم حتى هو يعني الفعاليه ديالو زوينه بزاف، تيختو بالنسبه للناس اللي يعني البشره ديالهم تضررات بزاف. كما كتعرفوا هاد لا كريم هادي راه كتعطي واحد الترطيب خطير، وكتعطي واحد النضاره، يعني البشره ديالك كتولي فيها واحد اللمعان. وحتى بالنسبه للثمن ديالها يعني ثمن جد مناسب متناول الجميع. كاينين ماركات اخرين كيحتويو على هاد لاسيد ولكن الثمن ديالهم جد مرتفع، الله يحسن العوان. سيرتو الا كنتي غادي تتبعي تريتمون، يعني خاصك على الاقل تبعيه واحد 3 شهور. انا شحال هادي وانا كنستعملها. بالنسبه للناس اللي بغاو ياخدوها ضروري على حساب كل واحد ولاج ديالو، يعني كيبدا من 25 حتى ل 35، وانتم طالعين كتشوفوا يعني العمر ديالكم محصور ما بين اش حتى لاش، وكتاخذوا يعني على حساب التركيبه. لحقيتاش كيختلف، واحد اللي عنده 25 عام ماشي واحد اللي عنده 30 عام، ماشي واحد اللي يعني اللي عنده 40 50، على حساب لا دوز ديال لاسيد ياليرونيك. صراحه البنات لا كريم زوينه بزاف، وملي كديريها كتحسي بالبشره ديالك رطبه، حتى فاش كتغسليها على غد كتحسي بها، يعني باقي مخليه لك ديك الرطوبيه في الوجه ديالك. اكيد ما كيجيوش التجاعيد ويختفيو دغيا، لحقيتاش راكم عارفين التجاعيد يعني كيبغاو واحد الوقت طويل. علاش كنفضلوا نستخدموا بحال هاد المنتجات في وقت مبكر باش يعني كحمايه؟ اما فعلا شوفوا هو يعني اي حاجه غادي يدوز منها الواحد، سواء الكبار سواء التجاعيد سواء شي، يعني شي حاجه اللي ماشي عيب، ولكن ماشي عيب اننا عاوتاني نعتنيو بالانفس ديالنا ونعتنيو بحالتنا. وسيرتو كاينين البنات اللي الله يحسن العوان اللي كيخرجوا فيهم التجاعيد باقي صغار، يعني كيكون عندهم عامل الوراثه، كتكون عندهم التغذيه، كيكون عندهم يعني نقص في شي مواد في الجسم ديالهم، وكيخليوهم بانهم يخرجوا لهم التجاعيد بكري. يعني الا كان المشكل من داخل نعالجوه، الا كان المشكل غير من الجفاف ديال البشره ومن التاثيرات الخارجيه نعالجوه بكريمات بحال هكذا. كما قلت لكم البنات هاد لا كريم هادي راه زوينه بزاف، ما غاديش تندموا عليها الا خديتوها. ومن الاحسن الناس بغاو ديروها ديروها والبشره ديالكم يعني تكون نظيفه، وحتى لا كريم راه دغيا كتجانس مع البشره، كي كديريها كتشرب البشره، يعني ما فيهاش شي، والريحه ديالها زوينه يعني ما تقيلاش، وحتى ما كتبانش باللي بحال دايره شي فون دو تان ولا الكريم، دغيا كتجانس مع البشره دغيا كتدخل فيها، يعني ما كديرونجيش بالليل. حيت كاينين الناس اللي ما كيبغيوش شي كريم ولا شي حاجه كيديرونجاو الا داروا شي حاجه بالليل، وكاينين حتى اللي ما علاش داروا لا كريم وداروا السيروم، لان السيروم شويه عاقد. كاينين الناس اللي كيحسوا بداك السيروم كيبقى ليهم في وجههم، داكشي علاش داروا لا كريم وداروا السيروم، يعني كيبقى اختياري. هاد لا كريم هادي ما كدارش بالنهار، كدار فقط بالليل، لان كما كتعرفوا لاسيد ياليرونيك راه كتأدي الكحوله، يعني كاينين الناس اللي كدير لهم لي طاش في الوجه وكدير لهم كحوله. حاولوا تنيطوي وجهكم مزيان الصباح ملي تفيقوا وتغسلوه، وديروا واحد الواقي شمسي باش حتى هكذا ما تضررش البشره ديالكم عاوتاني.
لانك تعرفوا بحال هاد المنتجات هذه كتبغي تدخل البشره ديالكم في العمق ديالها. نضفوا البشره ديالكم قبل ما ديروه ونضفوها الصباح يعني ملي تفيقوا، وراه غادي تلاحظوا الفرق يعني من بعد واحد الاسبوعين. ومن الاحسن تجنبوا هاد الكريم الا كنتو يلا خارجين من الدوش او لا كنتو يلا جايين من البحر، لان فاش كديروه لان كما كتسمعوا اسيد يعني كيحرق، يعني ملي كديروه وجوهكم كتكونوا يلا متعرضين للبخار يعني حمام ولا للشمس وكديروه راه كيحرق، يعني البشره تكون مرتاحه في الدار ما تكونش متهيجه ما حتى شي حاجه. يبقى كتلاحظوا انا راه ساليت العلبه يعني واخا صغيره ولكن راه غير شويه كافي، لان كما قلت لكم دغيا كتجانس مع البشره. وكما قلت لكم من قبل كل واحد ياخذ يعني لا كريم على حسب لاج ديالو. حاولوا يعني ما تخلطوش، ماشي ما تاخديش يا اما قل او لا اكثر، باش حتى هكذا يعني تحصلي على النتيجه ان شاء الله مرضيه. وراه يعني كما قلت لكم راه واخا البواطه ديالها صغيره ولكن راه فيها 50 ميلي، وكتهزي غير شويه كتطبقيه على الوجه ديالك، ما كديري ليه لا ماساج لا حتى شي حاجه، غير كدهني كتحاولي انك يعني يعني طبقيه على الوجه ديالك، تاكدي بان البشره ديالك شرباتو صافي، وكتخليه الصباح وكتحاولي ديري مداومه يعني على الاقل واحد المده ديال 3 اشهر. يعني من الاحسن تبدايه بكريم من 25 عام الفوق، باش هكذا تغدي البشره ديالك. وبالنسبه للناس اللي عندهم بالفعل التجاعيد يعني خاصهم مداومه لواحد الفتره طويله يعني، اولا خاصهم ابر. علاش حنا كنبداو بكري؟ لان كنديروا الحمايه. المهم البنات كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم، غادي نخليكم مع لقطات ديال الصور ديال لاكريم ديالنا ديال لوريال باري لاسيد ياليرونيك. الا بغيتو تشريوها ديروا ليها سكرين، وكما قلت لكم الثمن ديالها راه رخيص، كتباع في يعني في المراكز التجاريه الكبرى اولا عند ماني الماكياج يعني شي حد اللي معتمد اللي كتعرفوه موثوق منه. الثمن ديالها 89 حتى 90 درهم ماكسيموم. والسيروم الثمن ديالو اللي بغى السيروم كما قلت لكم الثمن ديالو يعني 125 درهم تقريبا. حاليا راه كاين واحد البرومو في مرجان، يعني دايرين السيروم ودايرين واحد يعني دايرين السيروم ودايرين غاسول يعني ديال لوريال، وقيلا شي 200 درهم، يعني اللي بغى الباك بحال هكذا ياخذو راه غادي يلقاه بثمن مناسب. شكرا لكم، الى حلقه قادمه الى منتج قادم ان شاء الله.